امبارح كان في مؤتمر مهم جدا اول امبارح لرئيس مجلس الوزراء بيتكلم عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء، وحدد مجموعه كده من او كان في مجموعه من التصريحات خفض الاناره العامه. طبعا على اساس هذه التصريحات وهذا المؤتمر، وزاره التنميه المحليه بتتابع طبعا تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في المحافظات اللي قام بيها طبعا خلال الفتره الماضيه بتنفيذ خطه الدوله فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بكافه المباني والمرافق التابعه ليها، وطبعا غلق الاناره الداخليه والخارجيه بعد انتهاء من ساعات العمل الرسميه. سيتم الاستمرار في تلك الخطه، ومفروض نستمر بيها على طول بالمناسبه، يعني غلق الاناره بعد ساعات العمل الرسميه في اي مصلحه حكوميه، في اي مدرسه، بعد كده في الشارع، يعني دي طبعا حاجات لازم كلنا نلتزم بيها، ولازم الدوله تكون حريصه ووزاره التنميه المحليه وهي بتنفذ لازم تتعامل مع هذا الامر بكل حزم. عايزين نعرف، كان في اجتماع مهم جدا ما بين وزاره التنميه المحليه ونواب المحافظين عشان نشوف هننفذ هذه الخطه ازاي. معانا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه. دكتور خالد مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. وخليني ابني على كلام حضرتك، بالفعل مع بزور اليوم مع الوزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه، عقد اجتماع بمقر الوزاره بالعاصمه الاداريه مع الساده نواب المحافظين والساده سكرتير عموم المحافظات المصريه، وده بحضور عدد من قيادات وزاره التنميه المحليه وممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنيه من بينها وزارات الكهرباء والاوقاف والشباب والرياضه وهيئه الطرق والكباري والوطنيه للطرق وهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. وشهد الاجتماع متابعه تنفيذ توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء واللي اصدرها عقد اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي فيما يخص منظومه ترشيد الاستهلاك الكهرباء وتخفيض الاناره العامه بالمحافظات المصريه، وده وفقا للظروف المناخيه والارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره اللي استشهدها مصر ودول العالم. اكد معالي الوزير على جديه الحكومه في تنفيذ منظومه ترشيد الاستهلاك بجميع المحافظات المصريه خاصه في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسه والمباني الحكوميه، وده بما لا يؤثر على السلامة العامة لأهلنا في المحافظات المصرية. بمعنى ايه يا فندم لا يؤثر على السلامة العامة؟ يعني هل في اماكن مستثناة؟ طبعا يعني خلينا اقول لحضرتك مطالع الكباري والمحاور الرئيسة العلوية طبعا الإنارة بتبقى موجودة فيها علشان الطلوع والنزول من مثل هذه المحاور، انما طبعا على الطرق الاخرى في هناك نسبه ترشيد وفي الاستهلاك. كذلك غلق الاناره الداخليه والخارجيه بعد انتهاء ساعات العمل الرسميه، وده بيتم الاستمرار في تلك الخطه والمتابعه الدوريه لعمليه التنفيذ الخاصه بها. اما فيما يتعلق برضه بجزئيه فصل اناره الاعلانات المضيئه داخل المحافظات وعلى جميع الطرق الرئيسه والفرعيه والكباري والمحاور وعلى العقارات، وده وفقا للتوقيتات المعلنه من الساده المحافظين في هذا الشان. اما فيما يتعلق بالمحال العامه، غلق الاضاءه الخارجيه لوجهات المحال التجاريه وقاعات الافراح والاكتفاء بالاضاءه الداخليه. اما فيما يتعلق بالمولات العامه بالنسبه لاجهزه التكييف، هو ان تعمل عند 25 درجه مئويه في جميع سواء كنا بنتكلم على مولات او مباني عامه، واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفره للطاقه. كذلك الامر فيما يتعلق باعمده الاناره، استخدام الطرق الذكيه بالنسبه لاعمده الاناره وخاصه الخلايا الشمسيه، وكذلك الامر نظام الولاعات اللي هو بيحصل تلقائي مع اول ضوء الشمس والاناره مع الغروب. طيب عظيم يا دكتور خالد، بس في حاجه عايز استفسر عنها بعد اذنك. احنا دايما بنقول للناس ان هم يستخدموا دايما في البيت اللمبات الليد، وبدانا في منظومه تحويل العدادات من العدادات العاديه الى العدادات الكوديه. هل هذه الانظمه سواء هذه اللمبات الموفره والعدادات ده النظام المتبع في المصالح الحكوميه؟ طبعا يا فندم، يعني فيما يتعلق ب احنا المباني عندنا في العاصمه الاداريه كل اللمبات اللي احنا بنستخدمها لمبات ليد، بالنسبه لاعمده الاناره على مستوى المحافظات المصريه استبدلناها خلال الثمان سنوات الماضيه بلمبات ليد موفره، دي وفرت لنا في فاتوره الكهرباء فيما لا يقل عن 9 مليار جنيه خلال الثمان تسع سنوات الماضيه، وما كلفتناش اكثر من 3.6 مليار جنيه. لكن خليني كمان اكد لحضرتك على
الجزئيه على ضروره متابعه ترشيد الاشتراك الكهرباء في سواء في دور العباده المختلفه، على ان يتم ضرب الاناره والتكييفات بعد الانتهاء من الصلوات. كذلك الامر فيما يتعلق برضو بنظام العمل بنظام الاونلاين الاحد من كل اسبوع خلال شهر اغسطس، وده فيما يتعلق بالدواوين عموم الوزارات، كذلك بالنسبه للمحافظات. اما فيما يتعلق بالوحدات اللي يعني الادارات الخدميه اللي بتقدم خدمات للمواطنين، عظيم جدا استمرار طبعا عملها، وحتى كمان بنظام الاونلاين بحيث ان احنا نبقى رابطين كلنا. صحيح يا دكتور، ده كويس ان احنا وضحنا كل هذه الامور. شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية.